مرحبا، كيفكم؟ رمضان كريم. كل عام وانتم بألف خير. واليوم نحنا بنعتذر كثير كثير عشان نحنا صرنا فترة مش منزلين، عشان كان في يعني ضغط دراسة وبتعرف انه في رمضان. واليوم الفيديو حيكون عن تحدي السبينر. فيلا نبلش. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تسووا لايك للفيديو وتضغط على زر الاشعارات، حيكون بالشاشة تحت الفيديو، وكمان اضغط على زر السبسكرايب. ويلا نبلش. اللعبة عبارة عن رح يكون كل واحدة معها سبينر، ورح نكون معايرين تايمر، وكمان احنا هلا حيكون في عقاب اخر الفيديو، بس ما حيكون اكل لانه بناتنا، لانه احنا فايمين. ويلا نبلش. طبعا هلا انا حلعب السبينر وهي رح تبلش. 1 2 3. ما تخليه يمسك ايدك. كم صار؟ لسه هلا 15 16 17. لا توقف لا توقف. لسه ما وقف. ستوب. طلع لك 33 ثانية و43. وانا مش حيطلع عندك صفر. سهلة. بدي ابلش. انت اخذت 33 صح؟ لا. ورجيهم. 33.43. لا استني يا ريان، لسه ما وقف. شو؟ لا لسه ما وقف. اسمعني لسه ما وقف. لسه ما وقف. وقف. سو انا جبت 33.43 وانا جبت 36.43، يعني الاكثر هو انا. هلا خلينا نشوف. الدور الثاني هو حيكون انه لما نلفها لازم تكون ايدينا فاتحه، بس اذا وقفت تبعتنا او وقعت من ايدنا بنخسر، او لمسنا ايدنا هون، يعني لازم بس هيك. فرايح نبلش. اوكي 1 2 3. خلي اجمع كلمة 33. كم جمع؟ 11. لا توقف اذا بتريد بسوي شيء، بس ما توقف لو سمحت. حتى لو وقع او لمست ايدك عليه، اذا السبينر لمس ايدك. كم صار؟ 26 27. لا توقف لا توقف، بس مرة فوق 33. لو سمحت لو سمحت لو سمحت. كم صار؟ 34 35 36 37 ستوب. كم؟ 38.52. كنت لو خلصت هاي 52 ل 60 كنت حجمع كم؟ بلش 1 2 3. ما بدي اشوف عشان ما توعني دي. شي حتوقف ما بعرف ليه. اذا لمستيني رح اعيد. ما عم تفتكر حتوقف من ايدي. انصبت. اشوف ورجيني. حتحط على الكاميرا. ما وقفت. وقفت يلا. طب 37.65. لا يلا اكتبي. هلا هاي بتكون اخر مرحله واللي هي شوي صعبه، يعني لازم توقفوا وتعملوا هيك، ولازم نمشي نمشي نمشي. حتى ما توقف نشوف كم جمعنا. سو انا حبلش. من وين حبلش؟ كيف حالف دايره؟ اوكي هون ولا هون تبلش؟ 1 2 3. حسيت هذا ده؟ لازم ما تلمسي ايدك، انا جايب ايدك. اذا ما رح توقع بس لو
فإذا مستيح حتى نوقف الهاي. كم جمعت؟ لهلا 22. ياي لازم أكثر. لازم احنا كثير خوف، انا كثير خوف. 30 وهذا 30 قرب يوقف. شكلي حتاخذي 40. كم صارت؟ وقفت. 42.90. جمعتهم بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة. هم أول مرحلة جمعت 33 بوينت 43، والمرحلة الثانية 38 بوينت 52، والمرحلة الثالثة 42 بوينت 90. أنا جمعت بالمرحلة الأولى 36 بوينت 43، وبالمرحلة الثانية جمعت 37 بوينت 65، والمرحلة الأخيرة 38 بوينت 60. يعني مرحلة تانية أكثر شيء عندي، بس هي هلا بدي أجمعهم أنا. يعمل إيش زائد هي فازت يعني شو بيعقبلي؟ طبعاً لأنه أنا وياها صايمة وهي كمان ذات صايمة، مشان هيك ما راح أشربها إشي ولا كلها، مشان هيك راح أكوب على راسها سطل مي بارد، مع إنه هلا بعد ساعة بدي هي مي وهلا بدي أكوب على راسها. Oh my gosh. نزلي راسك كتير، أنا ما بطلع على لبسها. يلا يلا. خلص يا ريان. شو عبينا عروض احنا مي ولا لا؟ لا. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا لايك كبير كثير مشان شعري، وكمان سووا سبسكرايب للقناه، ولا تنسوا كومنت وشير، وباي.